أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل المدعو إياد الصالح المكنى بأبو حيدر بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة الحسكة الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد. وقالت مراسلة حلب اليوم إن رجليه قطعا جراء الانفجار ونقل للمشفى حيث توفي هناك، موضحة أنه يعمل مع ميليشيا حزب الله ويشرف على حاجز السكة في المدينة. الهيئة السورية للحج والعمرة تعلن في بيان انتهاء فترة التسجيل والتسديد للسوريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا الموسم لعام 2024 في جميع مكاتبها في الشمال السوري وتركيا وقطر وأربيل. وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة تعلن بدء التسجيل على امتحانات دورة 2024 للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في تل أبيض بريف الرقة. هجوم من قبل تنظيم الدولة بمنطقة الكوم قرب مدينة السخنة أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصرا من الميليشيات، في حين اعتقلت حواجز الفرقة الرابعة والأمن العسكري 5 عناصر أثناء محاولتهم الفرار إلى مدينة حمص. انفجار يرجح أنه ناجم عن قصف جوي أردني لمزرعة تعود ملكيتها لتاجر مخدرات في قرية الندى الحدودية شرقية درعا، والتي تعتبر منطلقاً لعمليات تهريب المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية حسب موقع تجمع أحرار الحوران المحلي. ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في لبنان يدعو المجتمعات اللبنانية لحماية الأفراد السوريين من أي استهداف لجرائم لم يرتكبوها والامتناع عن إلقاء اللوم الجماعي عليهم.